سماء مدينة المحبة والسلام بإضاءة شجرة الميلاد، وذلك في ساحة كنيسة المهد وسط مدينة بيت لحم، بحضور أكثر من 10,000 شخص، وبحضور رئيس الوزراء رامي الحمد الله ممثلاً عن فخامة الرئيس محمود عباس، ومحافظ المدينة اللواء جبرين البكري، ووزيرة السياحة والأثار السيدة رولا معايعة، ومستشار الرئيس للشؤون المسيحية زياد البندك، ورجال الدين ورئيس بلدية بيت لحم الأستاذ أنطون سلمان. وبعد مباركة الشجرة من قبل رجال الدين، بدأ العد التنازلي لإنارة الشجرة. 2-1 ميري كريسماس. وتعد هذه الشجرة هي الأضخم، حيث يبلغ طولها 25 متراً وبعرض 7 أمتار، أضيئت في أجواء مليئة بالفرح والسرور. تخلل الحفل فقرات ميلادية من إسبانيا وإيطاليا، والمرنم طارق الزغبي ومحبوب العرب يعقوب شاهين الذي أتحف الجميع بصوته المميز، وأيضاً مدلي ميلادي لمرنمي من بيت لحم. وفي اليوم الثاني أقيم سوق الميلاد السنوي 17 في ساحة كنيسة المهد بأجواء رائعة، اشترك فيه العديد من المشاركين المحليين ومن إسبانيا وإيطاليا وبلاد مختلفة. تخلل السوق فقرات فنية وغنائية سادتها أجواء ميلادية في وسط مدينة بيت لحم. المشاركة زي ما حكينا من 15 دولة من حول العالم، وكمان عم نشوف برضو المشاركين من الناس، من الحضور أيضا من بيت لحم، من فلسطين بشكل عام، من أهلنا في الداخل الفلسطيني، وأيضا من الدول الأوروبية وأمريكا. بشكر كل المسؤولين عن هذا الاحتفالات وعن هذه التنظيمات، وبدعو كل العالم تيجي تزور أرض المسيح في هذه الأيامات في هذا الشهر المبارك بميلاد المسيح، ونتمنى دائما عم السلام في أرض المسيح دائما، وتكون حياتنا دائما حلوة وفرح، وكل عام وانتم بألف خير يا ربي. من بيت لحم انطلقت الرسالة، رسالة الأمل، رسالة المحبة، رسالة السلام، ونحن اليوم بنحاول انه نعايد مع بعض، نحاول يكون عندنا الفرح الحقيقي، الإيمان الحقيقي، والسلام الداخلي الحقيقي النابع من القلب لحتى يطعم أرجاء المسكونة كلها. رسالتنا هي رسالة الميلاد، رسالة المحبة، رسالة التأخي. احنا في بيت لحم حيث ولد امير السلام، فرسالة بيت لحم ومعنى بيت لحم ان هي عاصمة الميلاد، عاصمة السلام في العالم، فهذه هي رسالتنا، وان شاء الله يكون عام 2018 هو عام خير وسلام على العالم اجمع، وخصوصا في هذه الارض المقدسة، وخصوصا في هذه المدينة المقدسة اللي هي مدينة بيت لحم، يعم السلام في هذه الارض المقدسة. احنا كثير مبسوطين بالعيد لانه هون يعني مركز السلام، وليسوع ولد هون. احنا الاولاد الصغار كثير بيسووا فعاليات هون، وهينا جايين زي ما انت شايفه بعد الكنيسه على الفعاليات اللي بتصير، كمان شوي بدهم يغنوا الاولاد الصغار. بتحسي روح المسيح فينا عايش بيننا، لأن هاي بلد السلام. أجواء الميلاد كتير حلوة، والعيد كتير مميز في بيت لحم، لأنه بالإضافة للبعد اللاهوتي المهم جدا للعيد، نحن بنحتفل فيه كمناسبة تراثية وتاريخية، لأنه عنا هون قلب الحدث، من هون صار العيد. نحن رسالتنا رسالة أمل لمستقبل أفضل، لحياة أفضل، لمستقبل حرية، استقلال، هدوء، طمأنينة، استقرار. الأجواء رائعة جدا، الناس كلها متفاعلة، المزبوط السنة هاي تختلف عن كل سنين، ساعدنا وجود الطقس الجميل الحلو، وإن شاء الله تكون سنة خير وسلام على الجميع، وكل عام وانتم بخير.
تلچن هر گل دیبین می تالینو كذلك أقيم الكونسرت الميلادي في كنيسة القديسة سانتا كاترينا بمشاركة العديد من العازفين وبحضور رئيس الأساقفة بيير باتيستا باتسابالا. ميلادية تشهدها مدينة بيت لحم، مدينة المحبة، مدينة مولد يسوع له المجد. للنورسات مارلين الحدبة، بيت لحم.